شوفوا الاخوان طبعا فتاك وهذا انتم باقي حي. هذا راه عنده الاخوان يومين انتم كيفما كتشوفوا قمرون جرادي. هذا الاخوان ديال المرسى جمعته في المرسى كيفما كتشوفوا حاله البحر حرة ميت. وهذا هو البحر ديالو الاخوان اللي كيبان فيه كاع القاع كديروا ليه شويه الرق انتم حاله البحر الاخوان كيفما كتشوفوا راه ما كيطلعش كاع الماء نهائيا الموج قليل فيه والماء ضوي بزاف. ان شاء الله غنبقاو يعني نتخباو اللور نصيدو غير راس القصبه كيفما كنقول لكم في الماء ضوي هو اللي غادي يخرج ان شاء الله غادي نتوكلوا على الله عز وجل ونشوفوا طريقه التطعيم والكميم. ما كيبيش الاخوان هو بزاف البلوم كيبي غير البلوم يكون خفيف على بركه الله. انتم الاخوان في الاول وغل يلا ها يلا ها جباد اللهم بارك. طلع اودي هدينا الراس شوف فين غادي بياسة زينة اللهم بارك. هذاك الغنزو رشيد الله يسهل عليك ضروري راه دايرين الرقم ولي هي قطعات كاع الله الا قطعات بالله هاك ديك بياسة غليظة رشيد الله يهديك بياسة غليظة صاحبي والله الا بياسة غليظة بالله ابا تكاع تعطيه الراس يكون هاشي امون هذاك وما باش يطلع الراس الله يما اللهم بارك. رشيد اوجد راسك للغنجو ها بياسه مكره ثاني ان شاء الله بارك الله شحال دات امون هذا امون امون هذا مصيدين غير بالرق اللهم بارك. شوف ديما الصح راه علاش مشى هو ليه مشى للحجر وهذا الحرام هو سكنها الله يلا دخل بها للحجر تما منين خرج ودايرين جوج السنانر شتي كيجري لتما امون هذا ما بغى يخرج هو شد تحت طبره فين شد الله يما بغى يخرج بالله
ها الطاولة فين ندخل؟ والله ما باغي يخرج مسكين، جوج سنان راه غادي نقطعو، ما عندنا ليها مسكين حل. رجع في الله يا وليدي، بياس اللهم بارك. عادش كيدير كيجري مع الصفوة، غادي ديريكت للطبلة. ها غادي كيجري للطبلة يا وليدي، كاع ما باغي يوقف. راه دابا بياس مكنها هي دخلت علينا الحجر، مكن يا وليدي. والله ما باغي يخرج، اما بحطه يضرب براسو. سكن يا وليدي، اودي الديفو ديال جوج سنان هو هذا. ديك الوقيتة فاش كاين؟ بسم الله. هو علاه ما كنت كنسول ياك؟ ياك هو علاه ما كنت كنسول؟ بسم الله. هذا راه ماشي شتر هذا. هذا راه شيلي هذا ام زين. الحصيله اللهم بارك. الله يخلف. هذا حس بالطياب. بصحتك.